فقرتنا اللي كرفقنا فيها اليوم الأستاذ كريم العابد العلوي، متخصص في العلاج بالوصفات الطبيعية ومؤسس العلاج بلسعات النحل في المغرب. صباح الخير دكتورة. عليكم مبارك. كداير لاباس عليك؟ الحمد لله دائما دائما, دائماً وأبدا دائما وأبدا. مرحبا بك. وموضوعنا اليوم هو السمنة. غنتكلموا اليوم على السمنة اللي من المشاكل اللي كتكون صعيبة في العلاج ديالها واللي كتعدد الأسباب ديالها كذلك، ومن بين الأسباب ديالها هو العادات السيئة اليومية في الأكل ديالنا. يعني وانت غتعرف اكثر مني يعني شنو هما العادات السيئه اللي كنقوموا بها واللي كتؤدي لهذا المشكل. اليوم غنعرفوا معك الطرق الطبيعيه باش نتجنبوا اولا السمنه، واذا كانت عندنا السمنه علاش لا نحيدوها. كلام صحيح. هو السبب الرئيسي ديال السمنه هو الدهون السيئه، والدهون السيئه بحال الزيت الروميه اللي دخلت في التصفيه الكيماويه، ثم الدهون الشحوم ديال الحيوانات اللي ولات كبرت بالهرمونات مع الاسف، كذلك الدهون تاع المقلي، زيد عليها الدهون اللي كاينه في المعلبات، زيد عليها الدهون اللي حنا تنستعملوها بحال لي مارغارين. مثلا تلقى زيت بلديه رفيعه تاع زيت الزيتون، زيت اللوز كذا، تضربوها بالهيدروجين تتولي كاوتشو، اي حنا ملي تناكلوها سيئه الهضم. نعم. وهاد الدهون كلها ملي تناخذوها سيئة الهضم. ما معنى سيئة الهضم؟ غتبقى تتخبع في الركاني، ما كنهضموها شيء، ما تنهضموهاش، بدات تتخبع في القناة، تلقاو دي ستياتوز، الكبدة مشحمة، تلقاو الشحومة مخبعين في العظام، مخبعين في الركاني، وتبدا تيكونوا وكر للسموم. خدينا مثلا دي برودوي اونتي انفلاماتوار، واحد 50% مشات للدهون تخبعات. خدينا دي زونتي اونتالجيك، مشاو الشحوم يتخبعوا. خدمنا مثلا على دي برودوي كالمون، دي كالمون باش ما بقاش عندنا الراس تيطنطن على ميغران وكذا، مشاو تيتخبعوا في الركاني، هادو كلهم تيربيو السرطانات. اكيد. اذا غادي نعطيكم حلول حتى انكم باذن الله تكونوا اسياد بالضبط السمنه باذن الله. نعم. اذا دائما مرحبا بكل الاسئله ديالكم في نطاق الموضوع ديالنا. رفقه الاستاذ كريم عابد العلوي، اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولسعات النحل. اول شيء، امتى الانسان يعرف راسه انه دخل في السمنه؟ لان بعض المرات كيكون بعض الناس اللي كيكون ربما حنا كنقولوا هما هكاك شكلهم بهذيك الطريقه، اللي كنقولوا لا عنده غير الكرش اللي كتكون شويه خارجه، اللي كنقولوا لا عنده جناب، كل واحد فينا وكيفاش سبحان الله التكوين الجسماني ديالو. امتى يمكن لينا نقولوا باللي فعلا راه دخلنا في السمنه؟ هو غالبا تيبقى ديما الوزن معروف، تنعبروا الطول ديال الواحد ياك، ومن خلاله تنشوفوا كل ما بقى من بعد الواحد، من بعد ذاك الكيلو، كل ما بقى تنشدوا الميزان ديالنا، تنحيدوا منه ذاك ال 65 متر 65 او متر 56، تحيد ذاك 56 و 65 من الوزن، تيبان لنا الفرق. هذه فقط تقريبيه، ولكن الموضوع اللي تيهمنا حنا بزاف هو ملي تيكون خرج من الكرش مدليه، او جناب عامرين، او تتلقى انسان عنده فخادو عامرين، هنا كاين مشكل. سي اون ديفورماسيون، الشكل الخارجي غير عادي، وهذا كله يضبط. او كاينين الناس مثلا حتى اللي تتلقاهم على انهم تياخذوا دي كورتيزون او تياخذوا ادويه. نعم. وباضافه الى مواد غذائيه غير متزنه، تتلقى مشكل مطروح. هو اصلا متزن، ولكن هذا لا توازن نعاودوا نتعاملوا معاه. ديروا معنا هذه المره عماد. صباح الخير عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايرين؟ بخير الحمد لله. الدكتور لاباس عليك؟ الدكتور ديالنا. نهاركم مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يعطيك الصحه دكتور. الله يجازيكم بخير جميعا على البرامج اللي كدير فينا. مرحبا. مرحبا بك عماد. الف مرحبا. عندي عفاك واحد السؤال بخصوص الموضوع ديالكم اللي هو السمنه. تفضل. انا عندي متر 73. اياه. والوزن تاعي تقريبا ما بين 83 82. اذا عندك 10 كيلو تقريبا زايده. بغيت عفاك تعطيني زعما شي نصيحه، كي عندي بزاف انا الدهون في البطن والجناب. شنو هو العادات الغذائيه ديالك؟ ما فهمتش. غتحاول تحيد لي اللحوم كامله، تركز لي على السمك. إيه. هو الهضم ديالو سهل وما تيدفعش للسمنه بحال باقي اللحوم، وبالخصوص حنا ملي تنتكلم على السمك البحري ماشي الرومي ديال الاحواض. هذا شيء. ثانيا، ديما خذ الفواكه والخضار قبل الاكل، ما تاخذهمش من بعد الطاجين ديال الحوت، وبعد ايام الماكله من بعد العصر الا العصائر الا درك الجوع، وحاول تاخذ بزاف الماء،
ثانيا تاخذ زيت الزيتون على الريق لانه تطرد الشحوم بالخصوص الشحوم الزائده، علما زيت الزيتون تقوي الكبد، والكبد هو المسؤول على كثير من الدهون اللي كاينه في الجسم فتعاوننا في الهضم ديالها. وعندك اطرد الماء مغلي مع العشره، واطرد الماء مغلي مع الربعه، واطرد الماء مغلي مع التسعه الليل. وعلى اساس انه ملي غتبغي تاخذ الفطور خذ عصائر مع شويه ديال التمر، اي عصير بلاح بطيخ ليمون، وخذ عاود العصائر مثلا مع العشيه ومن بعد العصر. فحاول هاد العصائر يكونوا ما طيبينش، بالطبع يكونوا طبيعيين. هذا اسلوب غادي يخفف عليك. اذا ما تنساليش الماء مغلي مع 10 ايترو مع 4 ايترو مع 9 الليل، واعطيني خبر من بعد 3 سمان ان شاء الله غادي تبدا لي 3 سمان غادي يكفيك تحيد واحد 3 حتى 5 كيلو الا كانت جلديه متصله. وان شاء الله نتمنى هاد 10 كيلو تحيدها في هاد الشهرين الاوليين ان شاء الله. اكيد كنتمناو حظ موفق لعماد من اكادير. تكلمنا مع عماد على تكلمنا على واحد النقطه مهمه ديال الدهون اللي كتكون في البطن والجنان واللي كتخسر لا سيلويت ديال الانسان. يعني ابار الاغذيه اللي يمكننا نتناولوا، واش كاينه طرق اللي اخرى اللي يعني نستهدفوا هذوك المناطق جداً باش نحيدوا منها الدهون؟ هو عندنا اسلوب تنخدموا به بزاف. هو خل التفاح تناخذ مثلا واحد 100 غرام يكون بلدي، زائد المرجان 100 غرام. المرجان معروف دابا تبارك الله ولاو المعصرات تيوجدوه للناس وتيصدروه لاوروبا وتيصدروه كثير من دول داخل المغرب وخارج المغرب. لقينا راسنا على انهم تناخذوا 100 غرام ديال المرجان و100 غرام ديال خل التفاح وتنستعملوه دهن على البطن، الاماكن اللي فيها الشحوم زائده، او على الفخذين او على الكتفين، ونورمالمون تندهنوا ثلاثه المرات في النهار وتنقدروا نحصلوا على نتائج كبيره جدا، بالخصوص النساء من بعد الحمل تيكون دي فيرجيتور داك التنيات. فهذا اسلوب خلاقي جدا متميز. منين ندهنوا بهذا المسألة اسمحي لي، منين ندهنوا بهذا الزيت المرجان او الماء المرجان وكذلك حتى خل التفاح، واش الانسان خاصو يقوم بحركات رياضيه او لا فقط خاصك تدهن بها؟ هو الى دهن بها بالنسبه لي كافي، ولا دهن بها حركات رياضيه تكون افضل. نعم، يعني غادي يحصل نتائج بشكل افضل بكثير. نعم، ولكن انا ضد داك السيلوفان وداك داكشي اللي داك الميكات اللي تنديرو. نعم، فبالعكس نعطيو فرصه لجلدنا انه يتهوى ونخدموا بطريقه معتدله بلا داك الاساليب القويه اللي تكون مزعجه احيانا. دائما 100% فائد. كرش تقريبا 95 سنتيم وعندي الجلد ديال يعني قاصح، كتحس باللي الشحوم دائما في البلاصه ديال الكرش. هنا دائما نص النصيحه، النصيحه ديال خل التفاح مرجان مزيان، نقدروا نعطيو مثلا معدنوس ندقوه شي شويه ياك، ونستعملوا مباشره على الجلد. عاود المعدنوس على الجلد يعاون اي نوع من الناس، حيت كنعرفوا ان المعدنوس شويه سخونه. استاذ كريم غريب عطى نتائج خفيفه. نعم، ما كياثرش على الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط وغير. لا ما كاينش مشكل، استعمال خارجي. يعني المعدنوس غادي يتخلط مع الماء اكيد باش نقدروا. لا ماشي بالضروري، غير تندكوه في المهراز وتنديروا كاتابلازم الرباط على المكان، لانه هو اصلا كيطلق شويش ديال الماء ضروري. غير هو عنده قدره خاصه جدا مع الكلوروفيل في تنشيط الدوره الدمويه في الاكسجيناسيون، سي انتي انفلاماتوار في لي زونتورس. عطينا لواحد صديقنا عرفتي لونتورس في الليله اللي ما بقاش داك الانتفاخات وداك العياءات على الجلد، فهو ضد الالتهابات وبالعكس انه تعاود يبني الجلده والجلده بطريقه جيده. بالاضافه الى ماء بصل عسل، غادي يعطيني كاس كبير ديال الماء مغلي 200 غرام 30 غرام عصير بصل مع شويه العسل سبعه المرات في النهار، حيد الفطور والعشاء، يبقى الغداء الطاجين ديالو، ويعطينا خضر فواكه قبل الطاجين، طاجين الحوت بالطبع. نورمالمون تكون نتائج خاصه جدا. توت لي 3 سومان تنديروا مراقبه، لو تور دو تاي تنقادو، تنشوفوا لو تور دو كويس، تنشوفوا الكريشه ديالنا كي دايره، الحمد لله تتكون نتائج هائله. تكلم ايضا على الزياده في الوزن، كان عنده 74 او 72 كيلو، وقال لك دابا ولات عنده 80 كيلو. واش ضمنيا هذا الاسلوب اللي عطيته غادي نقصلو في الوزن؟ هو كان بغيت نزيدو في الوزن نزيدو حبوب اللقاح. حبوب اللقاح يستابيليز لو بوا، بخصوص الناس اللي عندهم مشاكل في الوزن، وكذا او اما عندهم اما تيكون نقصان بشكل قوي. نعم، او طلع بشكل فجائي، فاحنا تنحاولوا نستعملوا لو بولين. فهاد الحاله ما نستعملوش لو بولين،
على باش الوزن ديالي يبقى مزيان مستقر. ممكن كاع ينقص شي شويه باش نقدروا نحصلوا على المشكل بشكل جميل. نعم. تكلمتي لي على واحد النقطه مهمه على اللسعات ديال النحل واللي هو التخصص ديالك الاول. نرجعوا للسمنه، واش يمكن لينا نعالجوا السمنه باللسعات ديال النحل؟ طبعا، حيت عندنا كثير من حالات السمنه عندها علاقه مع المشكل ديال الغدد. كثير مثلا تتلقى في الهرمونات المعلومه ديال في التيغويد عندنا تي 4 تي 3، وحده مسؤوله على السمنه وحده مسؤوله على النحافه. فكاين التوازن، فكثير الناس عندهم هذا المشكل ديال السمنه من حدا من هاد الهرمونات ديال التيغويد. اش تنديروا؟ عن طريق اللسعات واحد، عن طريق المردد جوج، عن طريق القسط البحري ها، تناخذوهم بطريقه متوازنه وتنقدروا نقادوا هذا العمل ديالهم، والحمد لله تتكون نتائج مهمه جدا. مرحبا بالاسئله ديالكم في نطاق الموضوع ديالنا السمنه رفقه الاستاذ كريم عبد العلوي اخصائي في العلاج بالوصفات الطبيعيه ولسعات النحل. ناخذوا رحال مستات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل سيدي. الله يحفظك. سؤالك؟ مرحبا بك. بخير. الحمد لله. اختي انا الوزن ديالي شي دافع، عندي الطول ديالي شي متر و65. الوزن ديالي 84. 84. اذا تقريبا 20 كيلو عندك زايده. نعم. السؤال ديالك بغيتي تزيد في الوزن ياك؟ رحال بغيتي تزيد في الوزن؟ ولا بغيت ننقص الوزن حتى غنزيد فيه. نشكر رحال مدينة سطات وكل المسلمين اللي كيتواصلوا معنا. رحال حاول تبع معايا ثلاثة النصائح. الأولى طاجين الحوت هو الأكل ديالك، ما تاكليش اللحوم. نعم. وديما الخضرة الفواكه قبل 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 الغداء، مزيان؟ ومن غير الغداء عندك زيت الزيتون على الريق، غادي ينشط لك الغدد ويقاد لك العمد الكبد، وتحصلتك انك جسمك حتى الشهيه ديالو متزنه ماشي فوق مفرطه. عندك الماء مغلي مع 11 ايترو، مع 4 العشيه ايترو، ومع 9 الليل ايترو، على اساس من غير هذه الاوقات عندك العصائر الفواكه، الليمون، تفاح، رمان، عنب، اللي يعجبك، ولكن ما تاكليش حاجه طيبه. الى الخضر الفواكه، الوقت الوحيد اللي عندك فيه حاجه طيبه هو الطاجين الحوت مع الغداء. مزيان؟ إذا تبع لي هذا الأسلوب مهم بزاف ومتميز، عطيني خبرك من بعد 5 أسابيع. باش ما نخلعوش الناس الحوت، راه الحوت كنعرفوه شوية غالي، يعني أي أنواع الحوت راه ممكن أي أنواع الحوت، يبدا لي بالسردين، واخا دهني، من تنشويوه تيولي هائل جدا. نمشيو للفرخ، نمشيو للأنواع اللي كاينة، خير موجود، خير موجود، نعم. اجي نتكلم معك دائما، حنا ملي تكلمنا على التغذيه، تكلمنا على وصفات دائما غذائيه، الناس دائما ملي كتبحث على وصفات ربما اللي فيها، ملي كناخذوا بمقادير جوج معلقات من هذه ومن هذه باش اننا نحصلوا على ربما وزن اللي هو مثالي، لان هذه هي الغايه ديال كل السيدات وكذلك الساده. اشنو الوصفه اللي تقدر تعطينا عاود اللي يقدروا يستعملوها كل الناس اللي كيسمعونا الان باش ان يحيدوا البطن، لان هي اللي كتارق. كلام صحيح. نعطيكم اسلوب جميل. نعم. ولكن بغيت التركيز، انا ملي تنستعمل المواد اللي كاينه في السوق ديال البيع والشراء تنبغي التركيز، ما تنبغيش ندخل في البيع والشراء مع الناس. نعم. علاش؟ حيت الهوس ديال البيع والشراء قتلنا. نعم. واخا مثلا عندنا ماده تنخدم بها بزاف، الفيكوس من طحالب البحر. عقلوا معايا مزيان، تنديروا كاس كبير ديال الماء مغلي ومعلقه صغيره ديال الفيكوس مطحون، كنخلطوا تنخليه واحد 5 دقائق حتى تيتنفخ. هذا ملي تناخذوه على الريق. مع كاس كبير. هذا الفيكوس يقدروا يلقاوه يعني. الفيكوس موجود في السوق. موجود في السوق وعندنا في العيادات ماشي مشكل، وتنوجدوا حتى في دجاجيل باش نسهلوا الماموريه. نعم. قلت لكم انا عقليه البيع والشراء بغيت نحيدها من هذا البرنامج المبارك. نعم. حيت فاد الناس والناس مشاو طبيعيا ونجحوا طبيعيا. ولكن فيكوس معلقه صغيره مطحون تنديروه في واحد كاس كبير تاع الماء مغلي وتنخليه واحد 5 دقائق. تيبدا تيتنفخ مع راسه. مزيان؟ نعم. ملي تنشربوه تيبدا تينقي لنا الامعاء وتينقي لنا لا ميكوز غاستريك وتينقي لنا حتى المعده بكثير من الاخطاء، القرحه، الحموضه، العياءات، وتيطرد الاحماض. اذا انتي غاز، انتي بالونمون، ولقينا راسنا على انه تناخذوه على الريق، اذا قبل الفطور بواحد الساعه مزيان حتى الساعه ونص، ناخذوه مثلا مع قبل الغداء بواحد ربع ساعه، ناخذوه مثلا مع 10 الصباح كاس، مع 4 العشيه، ومن تنجيو الناسو 3 سومان الجسم تيولي واحد اخر، نشاط، حيويه، حتى الصفاء ديال البشره، والكيلوات تبدا تنزلوا بشويه. نعم. ولكن نتبعوا هذه الوصفه هذه نورمالمون، انا تنقول للناس خصهم يتبعوها توت لي 3 سومان، يديروا مراقبه ويشوفوا هما شحال باقيين ينقصوا.
متفقين؟ وهذا الفيكس يطلع الشعر. يعني مشاكل ديال تساقط الشعر خاص جدا. عصفور اصفر واحد. وزيد عليها الناس اللي عندهم مشكل ديال العروق عياني اللي فاغيس. زيد عليهم عندهم قرحة المعدة، اللي عندهم القرون اغ سي اش، كيعاود يقاد العفن اللي كاين في الامعاء. متعدد الفوائد.